بيان تاريخي للرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن فيه انسحابه من الانتخابات الرئاسية، ما طرح تساؤلات مهمة لعل أبرزها: من يخلف بايدن ممثلاً عن الديمقراطيين؟ وهل ستتغير فرص ترامب أمام الحزب الديمقراطي عقب انسحاب بايدن؟ عبر منصة إكس قال بايدن إن إعلان انسحابه جاء بعد تقييم الوضع مع كبار المسؤولين في إدارته، إذ أكد تحقيقه إنجازات يفتخر بها على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية، كما تحدث عن قوة الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات التاريخية في إعادة بناء الولايات المتحدة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الديمقراطية. وفي موقف يراه الأمريكيون متوقعاً، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه الكامل لنائبته كاميلا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة المقبلة، مطالباً أنصاره بالتبرع لحملة هاريس. ومع إعلان بايدن دعمه لكاميلا هاريس، لا يمكن القول إنها المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، إذ ينتظر الجميع قرار الحزب الديمقراطي الذي سيعقد مؤتمره في أغسطس المقبل لاختيار مرشحه المنافس لترامب. انسحاب بايدن المفاجئ جاء بعد حملة ضغط دامت أسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن، كما جاء القرار عقب أداء كارثي في المناظرة الرئاسية أمام ترامب الشهر الماضي، ما ساهم في ظهوره بشكل غير متكافئ وأثار مخاوف الناخبين. أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، وسيتم اعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا. هكذا كان أول رد فعل للمرشح الجمهوري دونالد ترامب عقب انسحاب بايدن. فإلى أي مسار تتجه الانتخابات الأمريكية؟